الاستشهاد زي ما انا قلت لحضراتكم بيبقى تمن الناس بتدفعه وهي راضية، واخر دافعي هذا الثمن واخر الشهداء اللي سقطوا هو الشهيد العقيد ياسر الحديدي من قوة قطاع الامن العام مفتش سينا، اللي كان في دورية امبارح في مدينة العريش، تحديدا في شارع اسيوط في دايرة قسم ثالث العريش، وانفجرت عبوة ناسفة في الدورية اللي هم كانوا فيها، فأصيب كل أفراد الدورية، كل أفراد الدورية أصيبوا إلا هو لقي حتفه، ونحسبه عند الله شهيدا. والنهاردة أقيمت جنازة حضرها وترأسها اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية وكثير من القيادات. الحقيقة أنه السلسلة لا تنتهي، سلسلة البطولات لا تنتهي، سلسلة الشهداء لا تنتهي، وسلسلة الملاحم المصرية كمان لا تنتهي.